بون السلام عليكم، رانا عند استاذنا عمي طاهر الرفسين، نعتبره الاب تاعي ونعتبره الاب تاعي الروحي، ان شاء الله يكون بخير ورانا نشوفه راه في صحه جيده ونخلو يقول لكم كلمه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، صحه رمضان لكم. نطمن الجمهور تاعي، الحمد لله راني في صحه جيده، يعني من الاحسن الى من الحسن الأحسن إن شاء الله. إن شاء الله كل يوم إن شاء الله الحمد لله. رم قايمين بيا لي ميدسان لي زانفيمي، يعني نشكرهم هذا من فضل الله، ونشكر خويا عمر على هذه الزيارة. لا شكر على وجه عمي، تابونا ونتمنى لك الشفاء وإن شاء الله كل يوم تنوض ونكملوا خدمتنا في رحبة إن شاء الله. إن شاء الله مشاهدي رامي قارعوا لك إن شاء الله، ومازال إن شاء الله عندنا فيلم كبش العيد إن شاء الله، إلى ربي يطول عمرنا وان شاء الله ان شاء الله فيلم هايل تلعب فيه بويا. نعم فيه في ميزي، انا فولت عليك بالمرض راكم ان شاء الله تشكي اليوم ان شاء الله يا ربي كيما اليوم. نديروا فيلم كبش العيد ان شاء الله بالمخرج سي عمر بن نور، انت ديرونا ان شاء الله راحتك هي اللي تهمنا ان شاء الله، وكل يوم تولي تنوض ونشوفوك المشاهدين راهم يقارعوا فيك ان شاء الله والاحباب تاعك، ونتمنى لك الشفاء العاجل ان شاء الله عمي طاهر. ان شاء الله يا ربي. شكرا، قولوا لهم صحه رمضانكم، صحه رمضانكم وصحه عيدكم، ومسلم كامل على الفنانين، والله يرحم اللي ماتوا، والله يشافي المرضى باذن الله، وتعيدوا بالصحه ان شاء الله. ان شاء الله.